كابتن فتحي، هل احنا قلنا انه اللاعب المصري بيحترم الحكم الاجنبي اكتر من الحكم المصري، تمام؟ طيب هل اللاعب المصري يحترم المدير الفني الاجنبي اكتر من المدير الفني المصري؟ لا. اذا كان المدير الفني المصري شخصيته قويه، شخصيته قياديه، شخصيته ايضا مقنع للعيبه، من سواء من ناحيه اسلوب اللعب والتكتيك، يبقى اللعيبه هيحترم ويحترم. يعني علاقه اللعيبه بكابتن جوهري مثلا؟ لا، احنا الحمد لله كان اب ليهم، كان لنا نظام، وكان كابتن جوهري رحمه الله عليه شخصيه قويه، وكنا بنستبعد بعض اللعيبه اللي هي يمكن ما بتلتزمش بالنواحي التكتيكيه ونواحي السلوك ونواحي اسلوب اللعب وكل هذه الامور. فدائما المدير الفني للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني بيبقى لغه التفاهم واضحه قوي بينه وبين اللعيب. مش محتاج مترجم النهارده ينقل الصوره للعيب، لا، النهارده بتكلم والنهارده بنزل بوجه وبتكلم حتى في الوحده التدريبيه، واللعيب بينفذ لي تعليماتي سواء اسلوب اللعب او سواء تكتيك اللعب. كل هذه الامور المدير الفني الوطني انا شايف، ولو جينا للتاريخ، لو شفنا التاريخ هتلاقي المدربين الفنيين الوطنيين خدوا بطولات افريقيا كتير، الكابتن حسن شحاته 3 مرات، الكابتن محمود الجوري، ما بياخدوا بطولات. ولكن الامور اللي احنا مرينا يمكن بيها، يمكن كان جيل تاني، في ناس تقول لك ده كان جيل تاني، لا، جيل لعيبه. المدير تاني الفني لازم يكون شخصيه قويه، شخصيه قويه ومقنع، ومقنع ومقنع فنيا، مقنع فنيا للعيبه طبعا. كابتن حسن شحاته وحضرتك كنتم فريق يعني في العصر الذهبي لكره القدم، ايه السر اللي كان عندكم؟ هنقول بس حسن شحاته، نقول كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاده. بجد؟ اه والله. كل سنه وانت طيب. عيد ميلاده قرب ولا اليومين دول؟ لا، امبارح. امبارح. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسن. عيد ميلاد بعد بكره ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسن. كل فتره كده يعني. ايه السر فيكم؟ ايه السر في الجيل ده؟ زي ما قال الكابتن، لازم يبقى محبوب، يبقى شخصيه قويه ومقنع للعيبه في حاجات كتيره. المدرب المنتخب غير مدرب النادي، مدرب المنتخب بيتجابع يمكن 3 ايام ما بيلحقش، فلازم عنده يعني الكاريزما اللي يقدر ازاي يجمع اللعيبه ديت، ازاي اللعيبه تخش في التكتيك بتاعه بسرعه، المرونه التكتيكيه تبقى موجوده عامله ازاي. ده كان موجود عندنا، كان موجود مع كابتن حسن والجهاز الموجود معاه. وبعد كده عندنا متابعه طول الوقت، احنا بنتابع اللعيبه، ما احنا ما عندناش معسكرات، بتابعه بقى في الماتشات بتاعته، بروح له النادي، في اتصال بيننا وبين اللعيبه بشكل كبير جدا. هل دي ميزه المدرب المحلي، ان هو عارفهم، فاهمهم، عارف الماتش ده كذا، عارف يعني عنده الانغماس؟ وبرضه الاجنبي، في ناس يعني دربت انا مثلا مع مدربين اجانب كتير. مين كان مايكل سميث معانا في المنتخب، خدنا بطوله 86 بلعب، كان على طول بيتصل بينا وبيتكلم معانا ويجي حيدر فرح، يعني عارف ايه هدف كابتن طاهر، هدف طاهر ابو زيد. لا، وفي مدربين اجانب بيجوا عايشين بقى برضه وبتاع، والدنيا مش مركزين في الشغل، يعني في ده وفي ده، لكن المصري يمكن اكتر تركيزا من المدرب الاجنبي. بس برضه لازم يبقى مدرب كفء موجود ومقنع للعيبه، اللعيبه دي بتمرنت مع كفاءات كتيره جدا. فانا كلاعب بشوف المدرب ده بيعمل ايه في الملعب، برضه ببقى عارف ده مدرب قوي، مدرب شاطر ولا لا، شخصيته عامله ازاي، في مدرب يعني طيب لا، اللعيبه محتاج واحد كاريزما، محتاج واحد شخصيه، محتاج نجم يبقى موجود برضو معاه.